لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري وحالي إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. السلام على الشيب الخضير، سلم على الحسين. هذا يوم السلام، يوم الزيارة، يوم الدمعة. السلام على الشيب الخضير، السلام على الخد التريب، السلام على الجسد السليم، السلام على الرأس المقروع بالقضيب، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء وأقل الفداء يا قتيل العداء ومسلوب العمامة والرداء يا سيد الشهداء. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار، يا ابو علي قم جدد الحزن في العشرين من صفري ففيه ردت رؤوس الآل للحفر. آل النبي التي حلت دماؤهم في دين قوم جميع الكفر منه بريء يا زائري. بقعة أطفالهم ذبحا في أخذوا تربها كحلا إلى البصر ولهفتاه لبنات الطهر حين رنت إلى مصارع قتلاهن والحفر. سووا يا شاعر بنات الرسالة لما وصلنا إلى كربلاء قال رمينا بالنفس من فوق النياق على
تلك القبور بصوت هائل ذعري، فتلك تدعو حسينا وهي لاطمة منها الخدود ودمع العين كالمطر، وتلك تصرخ وجداه وأبتا، وتلك تصرخ ويتما في الصغر، فلا ترى أم كلثوم مناشدة والهايا، وتلثم ترب الطاف كالعطر. شعدها زينب يا شاعر قالت لا تدفن الراس إلا عند مرقده، فإنه روضة الفردوس والزهري. يا دافن الراس عند الجثة تحتفموا بالله، لا تنثروا تربا على قمري. بعد يا زينب ايش عندك؟ قالت لا تغسل الدم عن اطراف لحيتي، خلوا على خضاب الشيب والكبري. بعد قالت لا تخرجوا أسهما في جسمي نشبا خوفا يفور دمع يطمو على البشري. قالت رشوا على خبره ماء فصاحبه عطشان أبو علي، رشوا على قبره ماء فصاحبه معطش، بللوا أحشاء بالقطر. لا تدفن الطيف إلا عند والده، فإنه لا يطيق اليتم في الصغر. لا تدفنوا عنهم العباس مبتعدا، فالراس عن جسمه حتى اليدين بري. لا تحسموا كربلا قفراء موحشة أضحت تفوق رياض الخلد والزهري. لو فاتك الحج يا المحب عرج على حسين وتشوف قبة من ذهبها تعشي العين، روضة من الجنة وتربة ما مثلها، ليل ونهار أملاك مختصة لجلها، وفازت بقبر حسين وفاز اللي احتضبها. وادخل على هونك وسكنة وصيح يا حسين، أين الصارخون وحسين؟ شو تقول للحسين يلي بلا ناصر بقى ونحز وريده؟ جينا نزورك من مكانات ونزور أولادك والأرواح السعيدة،
وبس ننظر الشباك تهمل دمعة العين ونوقف على قبرك نصب الدمع نثار والأكبر علي نزوره وجملة ذيك الأنصار والجاسم اللي انكسر عرسه بضحوة نهار عدنا سؤال نسايلك جاوبنا يا حسين شنو سؤال الزاير سيدي يا أبا عبد الله زرناك وزرنا علي الأكبر القاسم الأنصار لكن في ضريح ما شفنا سيدي يا أبا عبد الله شنو سؤال الزاير عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره وين قبر عبد الله الرضيع عن طفلك المذموح ما ندري بقبره جاوب لسان الحال يا شيعة الزهرة طفلي بصدري والسهم نافي نحرا وعباس اخويا على الشريعة بغير كفه ساق عطاش كربلاء وبدر الهواشم متحسر على الماي ويم الماي نايم روح ضريحة واندبو بدمع ساجم ورد المخيم قبل تنشف دمعة العين بعد أبا عبد الله شنو عندك قالوا لمن وصلت الخيام ذكروا ذيك الخدود يوم احرقوها وفرت عيالي بالبرور ويلي وطلعة وخواتي للفضاء وما لها شعور طلعة ولا يدرون صوب الدرب من وين بعد وذكر والحورة زينب أم المصائب وذكروا الحورة كان مريتون بالتن يوم صرخت يا حسين حتى صوت هنشن الخيام حرقوها ولا برقع على نظل وسمعت صرختها وانا معفر الخدين اين الصارخون وحسينا ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وعلى ظالميهم لعنة الله أبدا من الآن إلى قيام يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أغزو باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا
ولا تقتلوا وليدا. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان ولقبول الأعمال وغفران الذنوب وقضاء الحوائج، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذه الذكرى الأليمة والفاجعة العظيمة، ذكرى أربعينية الإمام الحسين سلام الله عليه، سائلين الله سبحانه وتعالى بحقهم أن يرزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم، وأن يثبتنا وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا الله. حديثي في هذه الدقائق المعدودة حول ظاهرة من الظواهر، وهي ظاهرة قطع الرؤوس في نقطتين. النقطة الأولى، هل يجوز قطع الرأس أو لا؟ السؤال الثاني، متى كان أول حادثة في الإسلام لهذه الظاهرة؟ مما لا شك فيه ولا ريب عند جميع المسلمين وعند الفريقين من العلماء أنه لا يجوز قطع رأس أي جريح أو أسير أو قتيل، سواء كان ذلك مقتول أو جريح أو أسير، لا يجوز قتله، وإن ذلك من المثلى، وقد عده العلماء من الفريقين من السنة والشيعة أنه من كبائر الذنوب ومن المحرمات، سواء كان ذلك مسلما أو كافرا. حتى لو كان كافر، عند جميع المسلمين لا يجوز قطع رأسه. وما هذه المقدمة التي قدمت بها صدر المجلس إلا شاهد على ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بعث سرية من السرايا إلى أي غزوة من الغزوات، يجلس مع أمير هذه السرية ويوصيه بهذه الوصايا، وصايا عديدة اقتطفت منها هذه المقدمة فقط: اغزو بسم الله وفي سبيل الله، وقاتلوا من كفر بالله، القتال فقط للكفار. ثم يقول له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تغدروا، لا تستخدمون الغدر والحيلة والمكر في القتال، ولا تغالوا، بدكم مغالات إذا حققتم أهدافكم فقط خلاص رجعوا، ولا تمثلوا، ولا تقتلوا وليدا، حتى الأولاد الصغار لا تقتلوا. ولكن هناك من يشكل علينا، يقولون أنتم الشيعة تجوزون قطع الرؤوس، شلون؟ قالوا لشاهدين نذكرهما إليكما. الشاهد الأول أن علي الأكبر سلام الله عليه في واقعة كربلاء حينما برز له بكر بن غانم قطع رأسه وجاء برأسه إلى الحسين سلام الله عليه، وهو يتمثل بهذه الأبيات: أبا صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برز فصيدي الأبطال. لكن أحد علمائنا المحققين يقول بحثت عن رواية واحدة في جميع الكتب من الفريقين وأظنان البحث، ولم أجد لها أي مصدر، ما في مصدر يؤكد على أن علي الأكبر قطع رأس بكر بن غانم، قتل، نعم تمثل بهذه الأبيات عند الحسين سلام الله عليه، نعم، وإن البعض غير هذا المحقق يقول أنه لم يكن في كربلاء شخص اسمه بكر بن غانم، هناك يقول ما في شخصية. لكن هذا الشيخ المحقق وهو الشيخ محمد صنقور حفظه الله
يقول بحثت عن رواية لم أجد، يقول تمثل بهذه الأبيات أبا صيد الملوك تعال، لكن أما يقطع رأس بكر بن غانم ويأتي برأسه إلى الحسين، هذه مي أخلاقي أهل البيت سلام الله عليهم، والذي يمثل علي الأكبر أخلاق النبي الأكرم محمد. ولم أسمع هذه الرواية إلا على لساني، هذا الشيخ محمد السنقور، على لسان بعض الخطباء وفي بعض كراسي كدفاتر كراسات النساء في مآتم النساء. أما في رواية عن السنة وعن الشيعة موجود أن علي الأكبر قطع رأس بكر بن غانم، هذا غير صحيح. الشاهد الثاني وهو علي بن أبي طالب سلام الله عليه في غزوة الأحزاب، حينما قتل عمرو بن ود قطع رأس عمرو بن ود وجاء برأسه أيضا إلى رسول الله، إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، ويحمل ذلك الرأس أمير المؤمنين أيضا هذا العالم المحقق، وهم يستشكلون عليه يقول هذا إذا كان علي الأكبر فهو غير معصوم، هذا إمام معصوم من الأئمة، كيف يصدر منه هذا الفعل المحرم؟ يقطع رأس عمرو بن ود ويأتي برأسه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. أيضا الشيخ محمد الصنقور يقول بحثت عن رواية واحدة فلم أجدها إلا رواية واحدة عن طريق العامة ويرويها الحسن البصري، وهذا الحسن البصري غير معتمد عندنا، فهي ضعيفة جدا هذه الرواية. وأصلا أمير المؤمنين كان يشدد سلام الله عليه على أنه لا تهدموا دور، لا تقتلوا النساء ولا الصبية ولا تخربوا الزارع ولا تلقوا حتى السم في البئر ولا تقطعوا النهر، خلوا يجري، إذا أبسط الأمور أمير المؤمنين يشدد عليها، فكيف به يقطع رأس عمرو بن ود؟ والشيخ يقول لم يصدر منه ذلك الفعل لسببين شاهدين. شاهد الأول أنه حينما عاد أمير المؤمنين سلام الله عليه من قتل عمرو بن ود استقبله عمر بن الخطاب، هذه موجودة الرواية، فقال لعلي هل لا سلبت درعة؟ ليش ما سلبت درعة؟ عاد عند العرب إذا قتلوا أحد يسلبون ما عنده من سيف من درع غنائم، يقول ما أثمن منه. فقال له أمير المؤمنين إني استحيت أن أكشف عورته، عورة ذلك استحيت أن أكشف عورته، فكيف به أسلب درعا؟ فكيف به أن أقطع رأسه؟ فما يصدر حاشاهم أهل البيت أن يفعلوا محرم من المحرمات. وإذا جينا لوصايا أمير المؤمنين سلام الله عليه في آخر حياته ماذا يوصي ولده الحسن؟ بني حسن إذا أنا موت فضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل، فإني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والمثلى ولو بالكلب العقور، الكلب العقور لا تمثلون به، فضلا على أنه يمثلون في إنسان. فخلاصة الأمر أنه لم يصدر في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أي حادثة لقطع رأس. نعم قد يكون هناك قطع رأس أثناء المعركة وارد، أثناء القتال يقطع رأس، أما لكن أسير أو جريح أو قتيل يأتون إليه واحتزون رأسه كما يفعلون الآن بعض الدواعش، هؤلاء الدواعش الذين يدعون أنهم مسلمين والإسلام متبري منهم، يقطعون الرأس وهم يصيحون الله أكبر، وللأسف يعطون هذه الرؤوس إلى صبيانهم، نرى على شاشات التلفاز إلى هذه الدرجة يلعبون بهذه الرؤوس منذ الصغر. النقطة الثانية، متى كانت أول حادثة لقطع رأس في زمن الإسلام؟ أول حادثة في زمن الخليفة الأول، امتنع جماعة من أداء الزكاة إلى الخليفة الأول، فبعث إليهم خالد بن الوليد، وعلى رأس هذه الجماعة مالك بن نويرة
أراد أن يقتله، قال لم تقتلني وأنا أتشهد بشهادتين أنا مسلم؟ فقال له أقتلك لأنك ارتدت عن دين الله. قال وإنما قتلتني هذه، كانت عند مالك بن نويرة امرأة جميلة، فطمع فيها مالك، طمع فيها خالد بن الوليد، وبالفعل قتله ودخل بزوجته، بزوجة مالك في نفس الليلة. ما اكتفى خالد بذلك، بل جعل رؤوسهم أثافي للقدور، تحت القدور وقود إلى الطعام. شوفوا إلى هذه الدرجة. وهناك رجل يسمونه أبو قتادة استنكر هذا الفعل، فجاء إلى أبي بكر فلم يقل شيئا، جاء إلى عمر، عمر ذهب إلى أبو بكر يستفسر، يقول لي ما قتله؟ فقال أبو بكر لقد تأول وأخطأ. خالد بن الوليد حينما قتل مالك تأول، اجتهد فأخطأ، هم عندهم إذا تجتهد وتخطأ ها فلك أجر الاجتهاد، إذا أصبت لك أجرين. فيقول كيف أشيم سيفا من سيوف الله؟ هذا أبو بكر. هذه أول حادثة حدثت في زمن الخليفة، قتل مالك ابن نويرة وجعل رؤوسهم أثافي للقدور. الحادثة الثانية كان في زمن معاوية لعنة الله عليه، كان هناك شخص يسمونه عمرو بن الحمق الخزاعي. هذا عمرو بن حمق من أصحاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، شيخا كبيرا حافظا للقرآن. لما قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فر هاربا إلى الموصل، قام معاوية سجن زوجة عمرو، وبعث جنودا إلى عمرو بن الحمق واستخرجوه من الموصل وهو أسير، قتلوه وقطعوا رأسه ووضعوا رأسه في صندوق، وجيء بهذا الرأس إلى معاوية، وقام معاوية أخذ ذلك الرأس ورماه في حجر زوجته داخل السجن. هذه حادثة ثانية. شوف الحادثة الأولى وضعت الرؤوس أثافي بالقدور، الحادثة الثانية وضع ذلك الرأس في صندوق في خزانة. لكن لم نسمع قبل ذلك أن هناك رأس يعلق على خشب وعلى رمح طويل إلا رأس الحسين سلام الله عليه وأصحابه. هذا الرأس حينما لم يكتفوا بأنه يقتل، يرض جسده، تحرق خيامه، تسبى نساؤه، يؤخذ ذلك الرأس من بلد إلى بلد، بلدان عديدة طيف به هذا الرأس، وهو يتكلم ويتحدث. حتى ابن أرقم يقول حينما جاء بالرأس إلى عبيد الله بن زياد، ويرويها الرواية العامة والخاصة، دير به في سكك الكوفة، فلما حاذاني قالت تلك الآية بسم الله الرحمن الرحيم، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يقول هذا ابن أرقم والله وقف شعري، فقلت ورأسك أعجب وأعجب يا ابن رسول الله، وهو يرمى بالحجارة على جبهته المباركة ولم يتغير. في رواية يرويها العامة أن رأس الحسين أخذه مروان إلى المدينة المنورة، موجود هذه الرواية عند العامة، وقام مروان بنصب رأس الحسين أمام قبر نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وقام يتمثل بهذه الأبيات: يا حبذا بردك باليدين فركك، ولونك الأحمر في الخدين كأنه بات بعسجدين، شفيت صدري من دم الحسين. يتشفون بأبي عبد الله الحسين. يقول سعد بن سهل الساعدي: دخلت المدينة وإذا بها قد تزينت، دفت الطبول، قرعة الطبول والدفوف، وكل يبارك إلى الآخر أيامك سعيدة، ورأيت شيخا كبيرا يبكي. قلت له مما بكاؤك؟ قال الآن يأتي برأس الحسين. قلت عجب والله، ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لطالما رسول الله كان يكثر تقبيله يقتل ويعلق على ذروة رمح طويل. يقول بالفعل جيء بالسبايا
وإذا بابنة الحسين تخاطبني: يا شيخ، هل لا طلبت من حامل رأس والدي أن ينزل الرأس على من ذروة الرمح؟ قال لها: لما؟ قال: لقد خزينا من كثرة النظارات. وأوقفوهم في الشام 3 ساعات. الشام وما أدراكم ما الشام. زين العابدين سلام الله عليه يسأل: أي المصائب أشد؟ قال: الشام. لما يا ابن رسول الله؟ قال: لأن فيها شماتة الأعداء. وأدخلوهم على ذلك الطاغية، وجيء له بالرأس وقد وضع في طشت، وقد غطي بمنديل، ما إن رفع المنديل وإذا به رأس الحسين في ذلك الطشت. اكتفى بذلك؟ لا والله، أخذ مخصرته وقام ينكث ثنايا أبي عبد الله الحسين أمام مرأى زينب. شو تقول زينب؟ استحضر المصائب. ها أنا اللي شفت نار لكن نار أشد من نار، نار الحرقت خيمنا ونار حرقت باب الدار. أنا اللي شفت صدره واحد صوب المسمار، واحد كار بلد خبرك شلون الخيل رضنا. آه يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب. بعد أنا اللي فجعني البيت بهلي وصرت مفجوعة، أنا اللي شفت شفين للعباس مقطوع، أنا الشاهدت أخوي أحسن كلها مكسرة ضلوعة، أنا اللي شاهدت رجسين راس حسين يقطع النصيح. ويا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب، يا زينب. بعد كم مصاب صوبني وخلى مهجتين الصين، أنا اللي حزين ذوبني، أنا اللي شفت طشتين جبن الحسن واحد به، واحد به را. ارفع قضيبك عن رأس أخي الحسين. لبوءة أمين المؤمنين قامت تخاطبه بهذه الكلمات: كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، إلى آخر خطبتنا. ثم خطب زين العابدين، انقلب الوضع على يزيد، أراد أن يعوضهم مالا. قالوا له: لا حاجة لنا بمالك، أرجعنا إلى مدينة جدنا الحسين، إلى مدينة جدنا رسول الله. بالفعل جهزت المحامل، أخذوا السبايا ووصلوا إلى مفترق طريق،
طريق يوصلهم إلى مدينة جدهم، والطريق يوصلهم إلى كربلاء. مو مشتاق، احنا أجسادنا موجودة صحيحة بالبحرين، لكن قلوبنا ويا الزوار عند ضريح أبي عبد الله الحسين، وينادون وحسينا. هذه حال المشتاق، فكيف بزينب؟ ما إن سمعت اسم كربلاء تحادرت دموعها على خديها، نادت يا ابن أخي كربلاء كربلاء. قولوا لحادنا يمر بالغادرية، سلم على الوالي ونصب له. قالوا لحادنا يمر بنا على حسين، نبغي نزور حسين ونشوف اندفن وين. والله لروي قبر اخويا بمدمع العين، ويا ليت فوق القبر تحضرني المنيه. ونادى العليل ومدمعه بالخد مذروف، اكسب معانا اليوم يا نعمان معروف، مروب عماتي وخواتي برود لطفوف. قال له فلعصي لك امر يا ابن الشفيه، بعد ايش عندك يا ابو يوسف؟ قال عرج على قبر الشهيد وصار لنياح، والعابد السجاد من فوق الجمل طاع، وزينب تنادي يا عز انقضى وراح، ويا ليت فوق القبر تحضرني المني. ما إن لاحت لها قبور لا يحبش، نادت زينب وقبر الشهيد ابنهم بانت لنا أنوار، قبر عسى يا الوالي ما تنقطع، قبر عسى يا الوالي ما تنقطع. طوبى إليك من تربة يا الساطعة بنوى، يوم القيامة الجنة مكتوبة هالزوا، أبدا فلا يتحاسب اللي يندفن بجوا، قبر الشهيد ابن أمي بانت لنا أنواع، قبر عسى يا الوالي ما تنقطع. هذه حال زينب وحال زين العابدين، ما حال جابر في مثل هذا اليوم؟ جاء معطي العوفي اغتسل من ماء الفرات، لبس ثيابا جديدا نثر على بدنه قليلا من السعد، ثم قال لعطية دلني على قبر حبيبي الحسين. قام يخصر الخطوات ويشم التراب إلى أن وصل إلى قبر الحسين، رمى بنفسه عليه وهو يصيح حبيبي يا حسين. صيح ويا جابر مو مشتاق أن تقف عند قبر الحسين، نور عيني يا حسين. أغشي على جابر أفاق وهو يقول حبيب لا يجيب حبيب،
أنا لك بالجواب قد شغبت أوداجك على أثماجك وفصل بين رأسك وبدنك وكيف لا تكون كذلك وأنت ابن سيد المرسلين وابن حليف التقوى وخامس أصحاب الكساء والعروة الوثقى. ثم جال ببصره نحو قبور الأنصار قال السلام عليكم أيتها الأرواح التي أناخت برحل الحسين، أشهد لقد شاركناكم فيما دخلتم فيه. قال عطية عمي يا جابر وكيف يكون كذلك ونحن لم نصعد جبلا ولم نهبط واديا والقوم قد فصل بين رؤوسهم وأبدانهم ويتمت أولادهم؟ قال لأني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله من أحب عمل قوم أشرك في عملهم، والله إن نيتي ونية أصحابي على ما مضى علي الحسين وأصحابه. وإذا بغبر قد جاءت، قال جابر لغلامه إن كان ذلك عين لابن زياد استترنا، وإن كان زين العابدين فأنت حر لوجه الله. لحظات وإذا بالغلام قد عاد يمشي ويكبو على وجهه وهو يصيح عم يا جابر عم يا جابر قم واستقبل حرم الله وحرم رسوله، هذا زين العابدين قد عاد. جاء زين العابدين إلى جابر احتضنه كأني بجابر أراد أن يتفجع، قال سيدي ومولاي أين أبوك الحسين؟ قال له زين العابدين عم يا جابر عظم الله لك الأج، ها هنا ذبحت رجالنا، ها هنا ذبحت أطفالنا، ها هنا حرقوا خيامنا، ها هنا أخذونا من بلد إلى بلد. تتحمل عم يا جابر المعذرة إليكم وإلى الله يا سادة؟ قال له يا جابر ها هنا صعد الشمر على صدر والدي. أين الصارخون وحسينا؟ ثم جاءت زينب إلى قبر أبي عبد الله رمت بنفسها عليه تشكو إليه الحال، أخي يا أبا عبد الله أنا عدت من أسر الذل والهوان، أخي يا أبا عبد الله لقد أخذونا سبايا من بلد إلى بلد، أخي يا أبا عبد الله أدخلونا على الطاغية يزيد، ها أنا قد جئت برأسك. إذ قل له ردت يا حسين أفصل لك مصايب السفر، يوم ما أقدر عدد يا خلص ولا شهر، ذاب قلبي من السرى ونعمت عيني من السهر، ذاب قلبي يا خليصي ونعمت عيني من السهر، هضمن ابن زياد يا ابن أمي وشغرني بكوفته ووقفت قدامه مهبط الراس، لكن يا شيء ما شف الذل يا بعد لي مثل مجلس يزيد، وقومه يسومون سكنه عزيزتك سوم العبيد، وننسحب كلنا بحبل وابنك انجرحت رقبته،
خويا كم سوق دخلتها وكم مدينة وكم بلد، وجيت بيت امك على قبرك ولا لي جلد، وتدري بركوب الجمال ينحل يا خويا للجسد، وين ابو فاضل كفيلي وسط لون الحفرة بينهم كذلك. وإذا بامرأة من خلفها، تعرفها من هذه الامرأة؟ اسمع كلامها وراح تعرف من هذه الامرأة. تنادى على السجاد بلسان الحال، ها تقول يا سجاد يا سجاد أنا أطلبك رضيع من القبر طلعا. هذه عزيزة الحسين، هذه الرباب، يا سجاد أنا أطلبك رضيع من القبر طلعا. قبل نمشي يا ابو محمد خليني ابا ودعا، قلبه من العطش ذايب ابا اقعد ساعة بارضعا، اقلها شلون بترضعيه ولو داج بتقطعا. ويلي نادت هالقبر فتحوه بشيل السهم من نحره، سكنة جذبة الونة يا ويلي وصرخت بحسرة، يا يم حسين ما يرضى نشيل الطفل عن صدره. ثم التفتت زينب ناحية المشرعة، بيت الدعاء وأسألكم الدعاء إلا عند حاجة، شنادى الزينب؟ وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلون، مأجور مأجور، ها نزل. وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنزلون، وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب العون، وراس حسين سمحوا لي تراي مكسرة. يا نازلين بكربلا هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها، ما حال جثة ميتين في أرضكم، بقي الثلاثة لا يزار، يا الله نقسم عليك بالحسين الوجيه وجدي وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بني، فرج عنا يا الله، تقبل أعمالنا، شافي مرضانا وداوي جرحانا، فك يا الله أسرانا، رد غربانا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. إخواني المؤسسين والحاضرين احفظهم في أنفسهم، ومن يلوذ بهم بارك اللهم في أعمارهم ورزاقهم، ظلهم حوائجهم يسر أمورهم، وإلى أرواح موتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات والعلماء والشهداء وخدمة أبي عبد الله الحسين، نودي للجميع ثواب السورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.